ووزير الخارجية ومعالي خه ليفينغ نائب رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني ورئيس لجنة الدولة للتنمية والإصلاح، ومعالي تشونغ شان وزير التجارة، وسعادة ني جيان سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، وسعادة وانغ تشاواتاو رئيس الهيئة الوطنية للتنمية والتعاون الدولية، وسعادة تشينغانغ مساعد وزير الخارجية ومدير عام إدارة المراسم بوزارة الخارجية، وسعادة تشين تشاودونغ مساعد وزير